هذه المصادر هناك مصدر مهم جدا أعتبره أهم من هذه المصادر، وربما نستند إليه في التأكد من صحة الرواية الإسلامية أو غير الإسلامية. يرجع هو مرجع هو أوراق البردي. أوراق البردي طبعا هذا كنز كبير تم اكتشافه. وعندنا المستشار مخطوطات بقى أصلية، يعني ده 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 دي رسائل أصلية عبارة عن وثائق، وثائق زواج، وثائق طلاق، وثائق بيع، رسائل نعم موجود ده هناك. وربما هذه دعوة من هذا البرنامج يا دكتور محمد لي يعني القائمين على دار الكتب المصرية، يعني أرجوكم يعني افسحوا المجال للباحثين اللي عايزين يطلعوا على أوراق البردي اللي موجودة في دار الكتب المصرية أو غيرها من الـ 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 الأماكن الموجودة فيها مثل هذه الوثائق المهمة جدا، إنها تتحرك الباحثين. دخل الميكروفيلم يعني ممكن نستعبد وتصويرها يعني أنا التكنولوجيا الحديث يعني يشتكي لي كثير جدا من الباحثين من هذه المسألة. أنا والله طبعا بروح والله دار الكتب مفتوحة يعني على أساس أن أنا أطلع على أوراق البرد، للأسف بيجد معوقات كبرى علشان يطلع على أوراق البرد. طبعا من أشهر من كتب عن أوراق البردي المستشرق جروهمان، كتب موسوعة جروهمان كتب موسوعة عن أوراق البردي العربية. يهمني من هذا الموضوع وثيقتين يا دكتور محمد. جروهمان اطلع على وثيقتين برديتين لأحد أصليتين أصليتين لفترة الفتح الإسلامي، يعني لمصر. هذه الوثيقة وثيقتين لفترة الفتح الإسلامي لمصر، يعني يتكلم مسألة مثلا 20 أو 21 هجريا. الوثيقة الأولى والثانية عبارة عن قائد مسلم، هو قائد لأحد يعني الكتائب، يعني قائد كتيبة كده في الجيش عمرو بن العاص أو الفيلق الألوية وعايز أكل للجنود والخيول اللي معاه، فبعت هذه الوثيقة لبعض التجار المصريين غير المسلمين. قال لهم بعد إذنكم أرجوكم وفروا لنا الطعام للجنود والعلف لهذه البهائم، وأنا أرسل لكم ثمن هذه السلع. الأعلاف والأطفال لما قرأ غير مسلمين غير مسلمين يعني هو القائد المسلم المنتصر الآن هو منتصر وبيشتري من بيشتري من المهزوم من المغلوب. ده اللي خلى جروهمان لما قرأ الوثيقتين يعني قال كلام في منتهى العظمة. الوثيقتين وجروهمان يقول جروهمان يا دكتور الذي يقرأ البرديات الخاصة بفترة الفتح معذرة قبل القراءة المصدر ايه تاني حتى للتوثيق يعني جروهمان كتاب اوراق البرد العربية تمام اوراق البرد العربية لما قرأ هذه الوثائق جروهمان وشاف ان المنتصر غريبة ان المنتصر طبعا. يتعامل مع المغلوب بهذا المنطق طبعا. منطق البيع والشراء ما كان يستطيع ان يسيطر عليه طبعا يأخذ بالعنوة والقوة يعني تمام. فلما قرأ جروهمان طبعا هذه الوثائق لا تكذب ما هواش مثلا مصدر يعني حتى ما بيجمل يعني المسلمين لم يستبيحوا المال والعرض أبداً والدم أبدا هذه الوثيقة دكتور محمد هذه وثيقة ليست لم تكتب من باب المجاملة، يعني لم يكتبها مثلا ابن عبد الحكم ليشيد بالفتح الإسلامي أو أنه هو يجمل الفتح الإسلامي، لكن هذه يعني وثيقة حقيقية وثيقة حقيقية متشوف جروهمان بعد ما قرأ البرديتين دول بيقول بقى الذي قرأ البرديات الخاصة بفترة الفتح يتعجب تعجبا شديدا مما أظهرته البرديات من تسامح الفاتح المسلم، إن هذه المعاملة إذا شعب مغلوب قل ما نراها من شعب منتصر، وبالجملة فإن القبط نالوا في أيام عمرو بن العاص راحة لم يرها منذ زمان. لما طلع على هذه الوثائق فلذلك أقول أن برديات أو الأوراق البردي العربية وهو طبعا هناك أوراق بردي أخرى يونانية باللغة اليونانية مهمة جدا لأي حد عايز يكتب عن الفتوحات الإسلامية. وهذه دعوة أيضا والله من هذا البرنامج دكتور محمد هذه دعوة مرة أخرى كتب عن الفتوحات الإسلامية ما لا يحصى ولا يعد من الدراسات، كتب ورسائل وأطروحات وأبحاث يعني مئات لكن للأسف كلها كتبت من منظور المصادر العربية الإسلامية ولم فقط ولذلك هذه دعوة فاتنا خير هذه دعوة يعني. لإعادة طبعا. كتابة الفتوحات الإسلامية مرة أخرى من خلال أوراق البردي طبعا. ومن منظور المستشرقين لا من منظور الشعوب المغلوبة المصادر التي أشرت إليها المصادر البيزنطية المصادر القبطية المصادر السريانية المصادر الأرمنية نعم. فهذه هي المصادر التي لابد أن
يعتمد عليها ونحن نتحدث عن قضية الفتوحات الإسلامية.